شركتنا عندها واحد تاريخ قديم في تنظيم المظاهرات الرياضية على الصعيد الوطني، وخاصة مباريات الدولية ديال كرة القدم. بغيت نقول أن الثقة اللي كتوضع فينا الجامعة الوطنية لكرة القدم كتزيدنا غير فخر، واننا نكونوا من بين المساهمين في انجاح هذه التظاهره باش فرحنا الشعب المغربي اولا، وفرحنا وعطينا نظره طيبه على طرق التنظيم الجديده اللي خديناها حنايا باش نقدروا نوفروا نبينوا سورتو نبينوا بان حتى المغرب عنده موارد بشريه وموارد تقنيه كتضاهي ما هو كاين في الدول العالميه. هنايا حاليا حنا متواجدين في مركب مولاي عبد الله. الا زرتوا مركب ديال طنجه، مركب بن بطوطه، غادي يبان لكم بانه هاد الملعبين بجوج بهم خداو حله جديده للترحيب بهاد التظاهره الرياضيه الكرويه. الا درتوا السيركوي ديال الدخول ديال الجمهور غتشوفوا بان الوسائل التقنيه اللي وفرناها لتجنب اي اكتضاض او اي مشاكل، هاد الوافد الملعب في امان من الباب ديال البوابه الكبيره ديال الملعب الى ان يصل الى المقعد ديالو المخصص له داخل الملعب. الطرق اللي جديده اللي خديناها الى شفتوا دابا هنايا في مركب مولاي عبد الله درنا واحد البوابات كتحل تقنيا الكترونيه، وقبل ما كيوصل هاد المتفرج لهاد البوابه كيمر على اول تفتيش اللي هو كيكون كيتاكد برجل الامن اللي كينتمي للشركه، كيتاكد بانه هذاك التذكيره ديالته تذكيره حقيقيه ما هي ما فيها لا تزوير لا حتى شي حاجه، عن طريق البي دي ا للولوج الى داخل الملعب. المتفرج يعرف راسه من الاول واش غيدخل من باب البوابه الشماليه او لا البوابه الجنوبيه. مثال الا كيدخل من البوابه الشماليه يتم التاكد من صلاحيه التذكيره عن طريق بي دي ا، كيكون كيكون حارس الامن عنده بي دي ا تيشوف كتقرا هذاك لو كود ابار تيسمح لنا حنا عندنا مركز اللي كيتاكد من ان التذكره ديال المتفرج حقيقيه، ومن بعد كيدخل لداخل الملعب. فاش كيوصل الباب اللي عنده في التيكي ديالو في التذكره ديالته تاكد ثاني بالبي دي باش نعرفوه بان هذاك المتفرج دخل من الباب اللي خاصو اللي مخصص عنده في التذكره. من بعد كيوصل الباب الدخول، باب الدخول حنايا الا جيتوا تشوفوا غتجبروا بان درنا واحد ابواب دائريه تدور، وهذيك الابواب متجهزه بقارئ كتقرا، عندنا واحد لو ليكتور كيقرا لو كود ابار، وهذيك هي المرحله الاخيره الثالثه والاخيره للتاكد من صلاحيه التذكره. ومن موراها كيمشي المتفرج لداخل الملعب، وكنعرفوه حنايا في الاحصائيات ديالنا بالدقيقه وفي الثانيه شحال من متفرج داخل الملعب. لتوفير الامن والامان في الدخول، في عمليه الدخول ديال المتفرجين داخل الملعب، خصصنا موارد بشريه هائله، كم هائل ديال حراس الامن في جميع البوابات، في البوابتين الرئيسيتين الشماليه والجنوبيه، وكذا في ابواب الداء اللي كتدخل الملعب. هذا في الملعبين سواء ديال الرباط سواء ديال طنجه. عمال النظافه اللي خصناهم حتى حنايا لهذه التظاهره، انا كنعتبرها تظاهره عالميه ولكن وطنيه بالمرتبه الاولى. الصوره اللي بغينا تخاد على المغرب تقنيا طريقه التسيير ديال هذه التظاهرات الرياضيه، خصصنا موارد بشريه للنظافه، بحيث ان المتفرج فاش كيدخل الملعب تيبان ليه بان الملعب نظيف وكتوازي نظافه مدينه الرباط. كنهضر مدينه الرباط اللي متواجدين فيها دابا، الا كنتي خارج الملعب ودخلتي داخل الملعب كيبان لك بانه النظافه متكامله. الحقيقه كاينين الناس اللي كيجيبوا معاهم ممنوعات، كيقوموا الناس ديال الامن حراس الامن كيمنعوهم باش يدخلوهم لداخل. لي بوتي ديال الماء الكبار اولا ديال الزاج اولا لي كانيت، هادو ممنوعين باش يدخلوا لداخل. اون فوا كتعطى بدايه المباراه كيدخلوا كيكونوا كلشي الجمهور على داخل الملعب، عمال النظافه كيباشروا العمل ديالهم وكيقوموا بتنظيف جميع جوانب الملعب. التنظيم كما قلت رائع صراحه، انا دائما كنتفرج مباريات في ملعب اكادير كازا مراكش، اول مره وانا كندخل مولاي عبد الله بالرباط، صراحه تنظيم رائع من الباب صراحه. كاين واحد التنظيم
من ناحيه كيقلبوا لكم لي تيكيت واش ياك ما كاين شي تزوير شي حاجه كيقلبوا لي سيكان ياك ما كاينه شي حاجه اللي صراحه التنظيم رائع رائع رائع. كنشكروا السلطات كنشكروا اليوم الصحافه كنشكروا اليوم الجماهير اللي كان واحد النظام رائع حتى هما كانوا منظموا ريوسهم فالحمد لله هذا كيبقى نبقاو ديما الحمد لله هكاك فراه فهذا الشيء كيفرح.